وينز بريسو الكيو 2 كثير مره جاني يبون عليها تغطيه يبون يعرفون ايش مواصفات الوينز بريسو الكيو 2 هذه كرتونها هذه الكتيبات اللي تجي معها الشنطه هذه عموم معلومات الطاحونه كامله تمام نجي هنا معاها محفظة تحفظ فيها الطاحونة تقدر انك تتنقل في هذه الطاحونة وايضا معها هالفرشة للتنظيف الطاحونة بشكل عام جميلة زي ما تشوفون اللون فيه عدة الوان من هذه الطاحونة حجمها مناسب جدا شوفوها بحجم اليد وكبر اليد جدا مناسبة فيها سلاسة أبعطيكم بعد تفاصيل الآن تمتاز الطاحونة بحجمها تشوفون حجمها صغر الحجم مرة ممتاز ومميز ممسكها جميل الوينز بريسو تجي بعدة ألوان مثل ما تشوفون مميزات الوينز بريسو تطحن من الناعم إلى الخشن هنا معها كتيب يجي معها تشوفون فيه عدد أرقام الطحنات بأشكال الأدوات هنا أنا تشوفون الحين هذا ما يتحرك هنا درجة الصفر أنعم شيء نجي هنا نفتحها هذا الوعاء اللي هو إذا طحنت ينزل فيه نجي نفتحها من هنا وفيها من هنا تحكم نمسك الذراع هذا بيدنا نمسك الذراع باليد ونجي نحرك من هذه المعيار نعد بالطقات وأيضا مكتوب هنا أرقام إذا أنتم تشوفون أول ما أحركها أبدأ أخشن درجات التخشين تخشين 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 هنا حاويتها تشيل من ال 15 إلى ال 20 جرام يعني تحضير الكوب واحد سواء أنت بتحضرها قهوة سودة أو قهوة بالإسبريسو الطاحونة مثل ما أنتم تشوفون من هنا أقدر أفك هذه القزازة اللي فوق أحط البن فوق وأبدأ أطحن تمتاز بتروس ستانلس ستيل التروس هذه اللي جوا حجمها 38 الطاحونة بشكل هذه التروس أنا بكل سهولة فكيتها تشوفون هنا أنا أقدر أنظف هذه القطعتين القطعة هنا هذه السستة مباشرة أحطها بهالطريقة وبعدها أحط الترس تركز بس في أنك تكون بهذه الطريقة أرجع أركب اللي فوق هذه أثناء التنظيف هنا أرجع أمسك هذا بيدي شوفوا هذه يدي مسكته أرجع هنا أقفلها بديت أقفلها كذا سهولة التنظيف وسهولة التحكم في الطاحونة والطاحونة سلسة مثل ما قلت لكم في أني أطحن تعطيك نتائج نهاية سعر الطاحونة 465 طاحونة جميلة حجمها أنيق أداءها مميز بالنهاية كلما ارتفع السعر كلما كبر حجم الترس وسهل أداءها في الطحن أنت وميزانيتك وقدرتك كل ما زاد سعر الطاحونة كل ما كان أداءها مميز الأداء المميز في تناسق حبات البن وقت الطحن يعطيك مشروب مميز أكيد في الطاحونة العادية والطاحونة الرخيصة ما راح تعطي نتائج لمتذوق مثل الطاحونة اللي سعرها مرتفع ما ارتفعت عشانها ماركة ارتفعت عشان جودتها عالية تروسها جميلة أداءها ونعومتها وسلاستها بالطحن عليكم بألف عافية بإذن الله هذه البداية وراح نشرح كل أنواع الوينز بريسو قريبا